أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من تحريات فدى عضلات. الأول يا جماعة كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان، ربنا يعود عليكم الأيام بخير. والنهاردة يا جماعة فكرة الفيديو بتاعنا عبارة عن تحريات أو تقصي حقائق. بص يا جماعة النهاردة أنا هقوم بدور المفتش كونان. بص يا جماعة فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة عبارة عن إيه؟ شايفين علبة النيدو دي يا جماعة؟ ده عبارة عن علبة بتكفي 12 كوباية. العلبة دي أنا دايما كنت بشتريها ب 44 جنيه، تمام؟ أنا بحب دايما أشتري العلبة الحجم ده، يعني بتقعد معايا فترة كويسة يعني وكده. ففي يوم من الأيام رحت معلش الأول يا جماعة بتأسف لكم إن أنا رجعت الوضع ده تاني، لأن الوضع اللي كان ورايا الشاشة والدروع والكلام ده أحب أقول لكم إن درع فدى عضلات اتطبق تطبيقة كده صغيرة، مع إنه وقع على الشفونيرة ما وقعش على الأرض، ورغم كده اتطبق تطبيقة ضايقتني عكننتني بصراحة. ففكرة إن أنا أحط الدروع دي مش عجباني، مش هعملها تاني بصراحة، مش عايز أبوظ الدروع، انا حرام يعني تعبت فيهم عشان اجيبهم، مش عايز حرام ازعل قوي لو باظوا بجد. وفكره ان انا اصلا اصور في ظهر الشاشه متعبه جدا يا جماعه، فخلينا كده مؤقتا لغايه ما في يوم من الايام هجيب خلفيه ورايا ونظبط الدنيا، تمام؟ انا دايما يا جماعه بحب اشتري نيدو اللي هي العلبه دي اللي هي بتكفي 12 كوبايه، بيبقى مكتوب عليها يكفي لتحضير 12 كوبايه. العلبه دي ثمنها كام؟ دي ثمنها 44 جنيه. في يوم من الايام رحت السوبر ماركت عشان اشتري العلبه ديت، بس ما تلقيتهاش، اتلقيت علبه ثانيه عبارة عن هيها بالظبط، بس عليها عرض 30% زيادة مجانية، تمام؟ حتى بصوا العلبة دي مكتوب عليها 300 جرام، انما دي مكتوب عليها 390 جرام، بس دي وقتها ما كانتش موجودة. هحكي لكم القصة اللي حصل ايه. فلما جبت الحجم ده، اولا ما كنتش جبت علبة واحدة، خدوا بالكم دي بنفس السعر، يعني عليها 30% زيادة مجانية لكن بنفس السعر ب 44 جنيه برضو. فوقتها جبت كذا علبة مش واحدة، قلت استغل بقى فرصة ان في زيادة مجانية، فعارفين انتوا اللي ابو بلاش كتر منه بقى. بحب انا العروض، لا والحاجات دي بجد انا بحبها، يعني طالما عرض موفر يعني ايه المشكلة ان اجيب لي كذا علبة عينهم، بدل ما ايه ما اقعد كل شوية اشتري واتغرم وكده، بتبقى حاجة كويسة. فقمت جبت من دي كذا علبة. وبعد كده جه في بالي في يوم من الايام فكرة، قلت الله، طب هي العروض دي عروض حقيقية ولا عروض وهمية؟ يعني انا مش ضمني ان الشركة يكون العرض اللي بتعمله ده حقيقي، ما ممكن يكون نفس الحجم ومكبرين العلبه شويه وكاتبين 30% زياده، حد هيدور على وراهم؟ جه في بالي بقى فكره، قمت احتفظت بعلبه منهم لغايه ما العرض ينتهي ويرجع العلب العاديه تتباع في السوق، تمام؟ وفعلا جه في يوم من الايام العرض كان انتهى ورجعت العلب العاديه الحجم الطبيعي يتباع في السوق، اللي هو برضه ب 44 جنيه، بس ده من غير ال 30% الزياده. وقلت بقى اعمل فكره فيديو ان انا اجيب الاثنين كده. بصوا يا جماعه العلبتين دول هما الاثنين كل واحده فيهم ب 44 جنيه، لكن دي فيها 30% زياده مجانيه ودي ما فيهاش، فعايزين نشوف الكلام ده حقيقي ولا لا؟ الشركه بتضحك علينا ولا لا؟ تمام؟ طيب قبل ما نعمل بقى الكلام ده يا جماعه شجعونا بقى باللايكات، عايزين نفجر الفيديو ده باكتر من 10,000 لايك. ايوه يا جماعه انتوا تقدروا، بس ما تكسلوش، ما تستخسروش فيا اللايكات، والله يا جماعه انا مش بستخسر فيكم اي حاجه والله يا جماعه، واي افكار حلوه بتجيلي صدقوني بعملها عشان خاطركم، فما تستخسروش فيها عشان خاطر يا جماعه، تمام؟ ويا ريت يا جماعه بقى اللي مش مشترك انزل اشترك فورا من زر الرحمه تحت الفيديو. انا مش عارف انتوا مستنيين ايه، والله في شويه افكار يا جماعه، عندي شويه افكار فيديوهات رهيبه هتبهركم يا جماعه، هتنبهروا ان شاء الله. وعايز اقول لكم بقى في حته فيديو لبابجي موبايل نزلته على قناه تفجير وتدمير، لا ولا يا جماعه مش تبهر، كل ان تفجير وتدمير عدت ال 200,000 مشترك يا جماعه، خلاص انا 202,000 دلوقتي الحمد لله، يعني حلو دلوقتي القناتين عدوا ال 200,000. حاجه حلوه قوي بجد، انا مبسوط جدا والله يا جماعه. فعايز اقول لكم بجد نزلت فيديو هناك لبابجي موبايل، فيديو جامد قوي قوي، حاجه احتراف بقى وكلات وشغل عالي، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، روحوا شوفوا بجد هتتبسطوا منه قوي. يلا بينا نبدا بقى. طيب الفكره ان انا جايب هنا معايا برطمانين نفس الحجم بالظبط يا جماعه، البرطمانين نفس الحجم بالظبط، تمام؟ وجبت احتياطي برطمانين كمان صغيرين، بس الصغيرين دول برضو نفس الحجم، بس دول مش هنستخدمهم الا ايه اذا اضطرينا لكده. بمعنى يعني هو الفكره ان انا ايه جايب البرطمان ده، تمام؟ البرطمانين دول على اساس ان انا هفرغ دي كلها هنا، تمام؟ وفرغ دي كلها هنا ونشوف هل فعلا في زياده 30% ولا لا. طب افرض البرطمانات ما كفتش واتملوا للاخر، هنضطر نستعين بالبرطمانات الاضافيه. بصوا يا جماعه في حاجه هتلاحظوها، ان هنا العلبتين لما نيجي نحطهم جنب بعض هتلاقوا ان دي اكبر من دي بحاجه صغيره جدا، اخدين بالكم؟ بس ده مش مقياس، لان مش شرط، ممكن تكون العلبه اكبر حاجه صغيره بس الكميه اللي جوه اكبر فعلا 30%، يعني ده مش مقياس. غير كده في حاجه كمان، بصوا يا جماعه لو جبناهم من العرض هنا
استنى احط لكم دي قدام. بصوا بصوا هتلاقوا هنا اصلا السمك مش نفس السمك، يعني دي اتخن ام عرض، دي اتخن شويه من الايه من العاديه. بصوا اهو في فرق كده حته صغيره. فاذا ما نقدرش نحكم من ايه من حجم العلبه، لان اصلا العلبه كده كده بيبقى فيها جزء فاضي، فاهمني؟ فمش شرط ان حجم العلبه مش مقياس خالص. طيب جاهزين؟ يلا هنبدا بدي. هنفتح العلبه. والله يا جماعه فكره جميله، انا متحمس اعرف النتيجه. يعني شوف انا بجرب معاكم اهو يا جماعه ومتحمس اعرف النتيجه. ادي الكيس دوت. ممكن قبل ما نفتح، يعني ممكن قبل ما نجرب نفتح العلبه دي برضو ونجيب الكيس. هو واضح ان الكيس اكبر شويه، بس برضو ده مش مقياس. الكيس مش انا عايز اجرب فعلي، عايز املى البرطمانات واجرب فعلي. تمام. بصوا يا جماعه هنقص دي كده. تمام. و هنفرغ النيدو هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين. بس هل هيكفي البرطمان ده ولا لا؟ انا ما اعرفش بصراحه. هو ممكن يكفي. تمام. يبقى كده يا جماعه النيدو، علبه النيدو اللي هي مش عليها العرض، مالت برطمان كامل من ده لاخره. هو مش اخره قوي بالظبط، يعني بصوا في حته صغيره كده اللي هو يعني لغايه الايه الشفه كده، انما مش للاخر للاخر، حاجه اقل حاجه بسيطه يعني. تمام. تعالوا بقى نجرب كيس النيدو اللي عليه العرض هيملى قد ايه. طبعا انا ما عنديش ميزان يا جماعه بتاع اكل، لو كان عندي ميزان كان ممكن اوزن وكان الموضوع هيبقى اسهل شويه، بس مش مشكله يعني، اهي دي فكره برضو يعني عادي طالما عرفنا نتصرف في حل بديل. خلاص جاهزين؟ يلا. ثواني. ماشي. طيب بصوا انا مليت ده زي ده بالظبط، اللي هو ايه مش لاخره قوي، لسه في هنا حبه طبعا. تمام. مليته مش لاخره قوي عشان يبقى فيه ايه، يعني يبقى في عدل بين الاثنين، فاهمني؟ طيب دلوقتي بقى اللي هيحصل يا جماعه ان المفروض الحبه المتبقيين هنا دول هم ال 30% الزياده، فهل فعلا 30% ولا لا؟ تعالوا بقى نشوف. هنكبهم في البرطمان دوت. تمام. بصوا يا جماعه ده المفروض ال 30% الزياده دي علبه النيدو اللي من غير العرض، ودول الحبه الزياده اللي في العرض. ما انا علبه النيدو اللي عليها العرض عباره عن برطمان زي دي بالظبط زائد الحبه دول، يبقى اذا الحبه دول هم الزياده. هل دول يجوا 30%؟ دلوقتي هنا لو جبنا ده جنب ده بصوا هتلاقوا ان هم قد ايه؟ نصهم. تمام. بس طبعا العلبه دي اصغر شويه.
تمام، القطر بتاعها اصغر شويه من دي، فنقدر نقول ان فعلا في حدود 30%. يبقى اذا لا، العرض فعلا طلع حقيقي مش اشتغاله. يعني اصلا في بعض الشركات يا جماعه ما بتبقاش عندها مصداقيه، تلاقيه مثلا ايه كبر لك الكيس شويه وفاضي من جوه مثلا. انا هنا بقى حبيت ان انا اجرب بجد عشان اتاكد من مصداقيه العرض ده، عشان لما اجي اشتري بعد كده ابقى واثق ده ده عرض حقيقي، ده الشركه دي بتعمل عروض حقيقيه. اتمنى ان تكون الفكره عجبتكم، واعتقد برضو الفكره ممكن تفيد ناس كتير. لو فعلا الفيديو ده عجبكم يا جماعه، او لو حسيت ان انت استفدت من الفيديو دوت واتبسطت بيه، فما تنساناش باللايك الجميل بتاعك وشير الفيديو في كل مكان. شكرا جدا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. طب والله لخبط لكم الكاميرا، استنوا.